في قوة إضافية زادت. يبقى احنا دلوقتي خلصنا الكولوم، خلصنا البيب، خلينا ندخل على البول. بمنتهى البساطة تقدر تروح للموديل وبتختار الول، الول تبع السيجنس، وتشوف بعد كده اي وول اهو، اي وول انت محتاج تشوفها وبتضغط عليها وبتعمل شو اونلي. ادي الول، ادي وول ودول اهو، بتيجي ترجع هنا عند النتائج ماشي، وبتختار الول طبعا الاكسيال ماشي. لا انت شغال في البيم يا باشمهندس، تطلع من بره البيم خلاص احنا شفناها، وبتدخل بعد كده على الول، ادي الول فورس، وبتدخل بعد كده على ايه؟ على الاكسيال. شايفين يا باشمهندسين الحائط دي، ادي ده الجهاد ده اللي هو الواقع على الحائط. فاكرين احنا في الايتاز كنا نسميه بير، هنا مفيش داعي تسميه بير ماشي. اهو 1367 لو جبت حالة تحميل السبيشيال هتلاقيها عالية جدا طبعا، اهو السبيشيال 7 ماشي. لو انت عاوز مثلا علشان العملية خلينا بس نختار حائط واحد فقط اهو، خلينا نختار الجزء احنا ده بس، تقدر بعد كده تختاره كليك يمين وقول شو اونلي تمام. اهو خدنا جزء من الحائط، شايفين السبيشال جاب لك 11788 السبيشال. لو اي حاجه تانية قلنا مثلا حالة بتاعتنا 33 واحد، اهو جاب 3000. شايفين السبيشال اثر ازاي ماشي. ده بالنسبه للوول فورس. وبعد كده نروح للبلاطات، هذه البليت فورس هتلاقيها في البليت فورس، هتلاقيها طبعا لازم تختار بلاطة أول شيء، بتروح هنا وتشوف أي بلاطة أنت محتاجها، السيكنس بتاعك، أي بلاطة أنت محتاجها باشمهندسين. على سبيل المثال مثلا ناخدوا بلاطة كانت الروف 300 مللي يعني 30 سنتي، تقول شو أونلي ماشي. البلاطة هي باشمهندسين، بتروح بعد كده للإيادات بتاعتك. طبعا احنا عندنا البلاطات معروفة الام 1-1 والام 2-2، عندنا هنا البندنج مومنت اكس، البندنج مومنت اكس اللي هو يوازي ام 1-1 في برنامج الايتابس. ادي الطوق يا باشمهندسين اهو، بيبدا بيقول لك الازرق دي 42 موجب، وبيقول لك الاحمر ادي النقطه الحمراء دي البسيطه دي سالب 65 تمام. وعندنا الام 2-2 بتوازي بوينت البندنج مومنت واي اهو في اتجاه الواي تمام. اهو من 82 الاحمر، حاجات بسيطه هنا في الطرف شايفينه، عاوزكم تركزوا على الحته دي اللي هي 82 في الطرف دي، لان في حاجه بعد كده ممكن في التصميم في اوبشن اللي هو ايه، لو الحته دي طبعا في الطرف يعني ممكن في اوبشن اللي هو يتجاهل الجزء ده اللي احنا بيقول لك مثلا ادخل بمقدار كام في البلاطه نص متر، هنشوف القصه دي. المهم الناس تفتكر يا ريت.